على حاجه. واحنا لما نقول بطعم الفوز ده مش فرح، بالعكس ده انا كنت لسه عايز اروح اقول اسال حضرتك عن هل احنا كنا نستحق نتيجه افضل من كده ولا لا يعني. طبعا احنا بنلعب تقريبا ب 80% من قوام المنتخب الاساسي، يعني ما عندناش غير صلاح والنني واذا كان تريزيجيه هيرجع ومرموش، يعني عندنا اللي ناقص ثلاث اماكن بس، هم العكس هم عندهم ثلاثه بيلعبوا والباقيين كلهم حتى المدير الفني مش موجود. يعني المدير الفني المدرب اللي شغال امبارح كان المفروض ان انا فعلا لازم اكسب امبارح، مش هتعادل واصعد بيه، وبعدين انا خايف من المغرب وخايف من الاردن برضو الكلام ده، ولادنا صغيرين لما بيسمعوه لا الكوره مش كده، الكوره عباره عن زي دايما بقول انا بذاكر كويس الفريق اللي انا بلعبه، بذاكره كويس قوي وبعرف انا شغال ازاي. انا فوجئت امبارح انه الجبهه الشمال فيها ايمن اشرف فتوح وشريف، فالثلاثه ما شاء الله يعني اقوياء جدا. تيم الجزائر قوته كانت في الجبهه اليمين، يعني لو تلاحظ الشوط الاولاني كل الخطوره كانت من ناحيه اكرم، وحتى اكرم كان دايما بيقابل اثنين او ثلاثه وما فيش حد بيسانده، يعني لما نزل مصطفى فتحي ما بيدافعش، فكان اكرم باستمرار يعني ضغط، ربنا يعني ربنا يبارك له، يعني كان ولد الحقيقه قمه الرجوله، عمل كل حاجه. فطبعا هو وفتحي والسولية نجوم المباراه بكل المقاييس. يعني الحاجه برضو الثانيه اللي لازم الناس كلها عارفاها واللي احنا لازم نقولها من خلالك، الكرامبات الكتيره اللي حصلت امبارح قرينا وسمعنا ان الراجل عمل حاجه غريبه جدا ماتش السودان، بعد المباراه مباشره راح عامل تمرين بعد المباراه حتى للولاد اللي هم لعبوا. فطبعا انا بلعب مباراه في علم احتاج راحه بعدها على الاقل، في علم التدريب ده اقصى حمل، المباراه عباره عن اقصى حمل انا باخده، ايوه بشيل اكتر ثقل عليا بعد الحمل ده، اروح مديهم تمرين تاني. حضرتك شايف ان ده كان غلط تماما يعني، والدليل على كده كم اصابه امبارح، فتحي الكرامبات مرتين، اكرم طبعا ربنا ان شاء الله تكون اصابه بسيطه بالنسبه لايمن اشرف، حجازي شد، الى جانب برضو عمرو السولية برضو كان في برضو، بس متهيالي اللي لعب اساسي ما اتمرنش، ده اللي انا المعلومه اللي عندي يعني، الباقي هو اللي ما شاركش اللي كان التمرين شارك فيه، ويمكن اكون معلومتي غلط بس ده اللي انا اعرفه. هو المراسل في يعني المجموعه اللي لعبت بشكل اساسي 90 دقيقه كامله ما اتمرنوش في التمرين اللي هو لاحق بعد كده المباراه، ده اللي انا اعرفه بس على كل حال. يعني المهم يعني المراسلين اللي موجودين هناك قالوا ان الراجل عمل تمرين للناس كلها اوكي، فيجوز ان فعلا ده ما حصلش.